جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل شرب إدام لحم الإبل كأكل لحم الإبل في نقض الوضوء أو لا؟ ليس كذلك، الحمد لله. لا ينقض الوضوء إلا أكل لحم الإبل، أما شرب المرق أو أكل الشحم فهذا لا يؤثر ولا ينقض الوضوء لأنه ليس لحما. طيب، نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.